إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كان زمان لما كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة أكتر من كلمتين، محتاجة كلام كبير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. الولد كان بيحبها والبنت هي كمان بتحبه، والاتنين في مستوى واحد سواء في الثقافة أو في ظروفهم المالية، وفعلا راح الولد يخطب البنت من أهلها، لكنه لما خرج من عندهم حط ديله في سنانه وقال يا فكيك، ولا عادش يفكر يخطي عتبة بيتهم بعد كده أبدا. ليه بس كده يا أستاذ فؤاد؟ إيه اللي حصل يا أستاذ؟ ايه اللي فركش الجوازة؟ ايه السبب؟ ولما سألته عن السبب تردد في الاول ومرضيش يقول لي. سألته: سمعت يا ابني حاجة لا سمح الله عن اخلاقها؟ قال لي: ابدا، البنت اخلاقها على اعلى مستوى، وقالها ناس متربيين، والعيلة ينضرب بيها المثل في الادب والاحترام. امال ايه يا ابني السبب؟ قال لي: بصراحة عندها 7 اخوات. كده السبب واضح، العروسة عندها 7 اخوات، يعني معنى كده ان الشاب جاي ناسب عيلة كبيرة، عدد الابناء كبير، يعني اكيد اسرة ظروفها صعبة، وطبعا العيشة ضنك عشان كتر الخلفة والعيال. طيب ولما سألته هيعمل ايه؟ قالك ايه يا استاذ فؤاد؟ قال لي: خليك مطرحي، تعمل ايه يا سيد يا محترم يوم ما السيد الوالد يتوفى وتلاقي نفسك بدل ما انت مسؤول عن مراتك بس، تلاقي نفسك مسؤول عنها وعن امها وعن اخواتها كمان؟ شوف من امتى حضرتك بتتكلم يا استاذ في خطر زياده الخلفه؟ من 30-40 سنه. ده الدوله ما بطلتش تنبه، والاعلام وبرامج ومسلسلات وحملات تنظيم اسره وأفلام اتعملت، وافواه وارانب لفاتن حمامه وغيرها، ومع ذلك مفيش فايده. الناس مش دريانة بخطورة الزيادة السكانية. مش هتصدق يا أستاذ فؤاد لما تعرف إن عندنا كان سنة 1970 35 مليون، بس النهاردة احنا بقينا 100 مليون وشوية، يعني زدنا تقريبا 3 مرات في 50 سنة. ولو فضلنا نزيد بالمعدل ده هنبقى 150 مليون بعد 20 سنة. تخيل يا أستاذ. المفروض يا حضرات السادة الأفاضل إن الواحد يفكر في مستقبل أولاده قبل ما يفكر في مستقبله هو. حالتهم هتكون إيه لما يسيبهم لوحدهم؟ لو عيل أو اتنين بالكتير ممكن الأم تصمد، ممكن القرايب تساعد، الأصحاب تعاون، لكن نص دستة ولا دستة مين هيستحملهم؟ مين هيشيل همهم؟ ليه البني آدم يبلي نفسه بتهمة هو في غنى عنها؟ على رأيك يا أستاذ فؤاد، فعلا الخلفة الكتير بلوى كبيرة الإنسان في غنى عنها، مش بس عشان خاطر الأعباء المادية، لا ده عشان الصحة والتعليم، وعشان نعرف نربي عيالنا تربية حلوة كويسة. الخلفة القليلة ضمان لمستقبل الأولاد، والخلفة الكتيرة ما يجيش من وراها غير التشتيت وإراقة ماء الوجه وضياع مستقبل الأطفال اللي ما فكرناش فيهم قد ما فكرنا في نفسنا. صدقت والله يا أستاذ، وعلى رأي المثل مش لاقيين عيش ياكلوه عايزين الرابع يخلفوه، مش كده ولا نقول كمان؟ كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.